السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو عندنا الجديد حول المنتخب الوطني المغربي وأيضا على المنافس الكونغو الديمقراطية وما وقع في كينشاسا قبل أيام قليلة من المباراة وتصريح اللاعبين، وأيضا غادي نهضروا على المباراة وكيفاش غادي يكون السيناريو ديالها والكثير من التفاصيل. وكالعادة بدون إطالة ندخلوا نيشان في الموضوع ونبداو على بركة الله. مبدئيا استدعاء أيمن برقوق لصفوف المنتخب الوطني المغربي لتعويض أوناحي هي إشاعة فقط، وجريدة المنتخب تواصلت مع أكثر من مصدر حول استدعاء برقوق من اجل انضمام لاعبين اسود الاطلس، وكلهم نفوا نفيا قاطعا استعانه خليلو باللاعب او الاتصال به من اجل الانضمام للفريق الوطني. والغريب في الامر وهو نادي انتراكت فرانكفورت نشر على حسابه الرسمي بفيسبوك صوره للاعب المغربي على انه مستدعى لصفوف الفريق الوطني. كيفاش داروا لها الله اعلم، وطبعا هذا الشيء ما منه والو. واصلا المدرب واحد خليلو تلقى اخبار ساره بعد مشاركه ثنائي عز الدين اوناحي وسفيان امرابط في الحصه التدريبيه التي خاضها الاسود بمركز محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، يعني أوناحي وأمرابط واجدين لمواجهة كونغو الديمقراطية في المباراة الفاصلتين. بالمقابل ياسين بونو للأسف مازال غائب عن المشاركة في الحصص التدريبية بسبب الإصابة، وإن شاء الله غادي يلحق بالمباراة، وحتى لا قدر الله ما كانش واجد فراه عندنا منير المحمدي اللهم بارك وزيد في ذلك. أما عن الوافدين الجدد على المنتخب الوطني المغربي عبد الصمد الزلزولي ويحيى عطية الله خرجوا بتصريحات عبر الموقع الرسمي للجامعة. ونبداو مع نجم برشلونة عبد صمد الزلزولي واللي قال: انا سعيد جدا لقدومي لاول مره للمنتخب الوطني، اتمنى ان نتاهل لكاس العالم في مواجهتي الكونغو، واطالب الجمهور المغربي بمساعدتنا ودعمنا وديما مغرب. وانا شخصيا عندي احساس كبير جدا ان الزلزولي غادي يكون حاسم في المباراتين وفي التاهل للمونديال ان شاء الله. اما النجم وداد الرياض البيضاوي يحيى عطية الله فقال هو ايضا نائد الجماهير المغربيه اننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق التاهل الى نهائيات كاس العالم قطر 2022. ايضا في الجبل الاخرى فخرج اللاعب فيتال نسيمبا بتصريح جميل ولكن في نفس الوقت فيه بعض المكر، بحيث قال: المغرب واحد من الدول العظيمه في افريقيا وخصم ذو مكانه عاليه، ستكون مواجهته معقده وجد صعبه، اعتقد ان المغرب هو المرشح للتاهل، فبالعوده لتصنيف الفيفا فهم متقدمون علينا، هم اعتادوا التاهل فقد شاركوا في كاس العالم الاخيره، يمكننا القول انهم المرشحون للتاهل لكننا هنا على وجه التحديد لنعكس هذه الوضع، سنفعل كل شيء من اجل التاهل، وفي حال تحقق ذلك سيكون شيئا لا يصدق للشعب الكونغولي. اما اللاعب بوكاني دخل فينا طول عرض وخرج بتصريحات قويه جدا وقال بالحرف: اتمنى ان تاتي الجماهير للملعب باعداد غفيره يوم الجمعه، نحن نركز بشده على هذه المباراه، يجب ان نفوز على المغرب بفارق 3 اهداف على الاقل ثم الذهاب للفوز او التعادل في المغرب، يعني باغي يربحنا في وسط كازابلانكا. وتابع ايضا: اهم شيء هو اننا نحن الكونغوليون نركز بشكل كبير جدا على هذه المواجهة، لذلك أطلب من جميع الجماهير الحضور إلى الملعب وتقديم الدعم لنا. وطبعا من حقه يقول اللي بغى، ولكن الحسم على أرضية الملعب وهذه المباراة راه ما غاديش تحسم بالإمكانيات وفنية اللاعبين وإلى آخره، بل اللي غادي يحسمها هي الروح والقتالية والجرينتا والإصرار على الفوز، لأن مثل هذه المباريات لا تعترف بفارق الفنيات. كلنا عارفين أن جودة لاعبي المنتخب الوطني المغربي أفضل بكثير من الكونغوليين، ولكن هذا لا يعني أن الطريق للمونديال غادي يكون سهل ومفروش بالورود. وايضا المباراه غادي تلعب على جزئيات بسيطه جدا، واللي كنطلبوا من المهاجمين نصيره والكعبي وتيسودالي هي تكون عندهم الفعاليه امام المرمى، لاننا لو طحنا في نفس السيناريو ديال تضييع الفرص اللي كانت في مباريات كاس افريقيا الاخيره فراه غادي ندفعوا الثمن كاش لا قدر الله. اذا التركيز في هذه المباراه مهم ومهم جدا. ايضا اليوم شهدت عاصمه الكونغو الديمقراطيه كينشاسا منذ الساعات الاولى من صباح اليوم امطار غزيره، وذلك قبل ساعات من وصول بعثه المنتخب الوطني المغربي. بل أكثر من هذا كانت هناك عاصفة قوية مع ارتفاع كبير لدرجة الحرارة وكذا نسبة الرطوبة، ومع استمرار تساقط الأمطار بغزارة هناك تخوف كبير من تضرر عشب أرضية ملعب الشهداء الذي سيحتضن لقاء المنتخب الوطني المغربي، وطبعا هذا ما لا نتمناه. أيضا منتخب الكونغو الديمقراطية دار أول حصة تدريبية مع الساعة 4 عصرا من أجل الاستعداد لمواجهة المغرب بملعب الشهداء في كينشاسا بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر. وأيضا الإعلام الكونغولي أكد رسميا أن اللاعب صامويل موتوسامي اللي كيلعب في الدوري الفرنسي تحديدا مع فريق نون سيغيب عن المباراتين امام المنتخب المغربي بسبب تعرضه للاصابه في الكاحل، وهذا اللاعب كيتعتبر ركيزه اساسيه في تشكيله المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر. وفي الختام كل الدعم للعناصر الوطنيه، المباراه الاولى ما بقى ليها والو، 3 ايام فقط، تفائلوا خيرا تجدوه وخير الكلام ما قل ودل. وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع